تبارك الله الحداقة جينا عندها فرحات بيها هاويلي عادي حنا اختي ما كنحطوش طاس اللي جا عند حبابو نوض لافابا انا جيت عندي داك النهار حطيت لك شي طاس ما عنديش الماء انا محطوطين وي انا عاجبني هذاك ديال النحاس صراحة سنة تبارك الله موجدة تريد ها انتم ما شاء الله هنا مزرعة تبارك الله كنت عندي جوج تاجات ولا نقول سعيد لي فرنج كبير لا الله يجعل البركه ويلي ها انتم قدات كلشي تبارك الله شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الله قدات كلشي سنة سناء هي عاد كتسكي تبارك هي كتبوسيني حشمات يا اختي حشمات I'm going to go to the hospital.
انا عرفتي شنو هادي منا مسكينة. ها قصريت هادي انا اختي عندي واحد القصرية يا سناء تعرضي على تمسنا كاملة وتاكل وشيت الخير. هاديك هي انا اللي كندير لها جو عندي الضيافة. هاتي تبارك الله قداش عادي تيقولي هاد القصرية راه ديال عرفتي قداش؟ ويلي تخرب البركة باش انتي مسطيه. لا لا باقا إلا بغيتي تشوفي. راه عيني كبيرة راه باقا ميكا. ويلي لا باقا ميكا دايرة بحالي حتى أنا راه قلت لك قصرية ياكل فيها جيش وأنا كنحطها ونقول لهم زيدوا تاكلوا. هاكا كدور والله مزيانة. هذا كليتي هذا كما تاكلي الغدا. سنة دري فيه المرقة بزاف. سناء ما درتيش التسقيه ديال الرحامنه عرفتي كيفاش التسقيه ديال الرحامنه كتحطي شويه كديري شويه ديال المرقه في القصريه عاد كديري الرفيسه كديري عاوتاني المرقه عاد عاوتاني الرفيسه لا حيت انا مفور فورتي فورتو كيشرب هذيك هي اللي كنقول لها التسقيه ديال الرحامنه ما كضرش باش ما كتجيش للوجع درت لها الطريقه حتى انا كنفور حتى انا كنفور الطريقه ديال مات ماما حتى انا كنفورها ايوا صافي الله يجيب البركه الى بغات هيا مسلوقه باش نطيبها لكم مع يلا شوفي اش ماما دير بحال سيليا عرفتي عادي كندير لي شويه تيت ديال الحلبه في الرفيصه تيقول لك باش ما تجيناش الريحه ديال الحلبه طيبه بوحدها باش ما تضركش طيبه بوحدها حنا كنخلو فيها هي ولادها سكنا كاع انا براسي كناكلها خصنا حنا راه الدوش كاينه شامبو انا كنقول لهم كنقول لهم انا دايره البلديه انا براسي بلديه تما كل اللي كان ما راهش راه بحالنا ماما عادي راه محرم عليا الكرعين كنقول لها بعد الهرقمه عندك ماما عاد طيحي عطر بيها هذه يا خسر معتاني بس انت وياه باش تاكل اختي تبارك الله ما شاء الله زوين داكشي ما تزوقيش عاد تقينا ما تزوقيش عاد تقينا عاد تفوح عليهم دابا وسطاري اقبلي علينا راسها انت اختي قصيريه وهزي راسها باش تحطها عندك في البروفيل هزيت صورة نضربوك تصبرها بوحدها تصبرها انت وهي هي دايره بوحدها انت ديري صورة آية انتم ما شاء الله ما شاء الله على سنة وانا وشوفوا حدا قايله لا تبارك الله يعطيك الصحة يلا سير هيا سير مرحبا بك رشا الله يبارك فيك اختي ما درتش العيد شوفي شنو خليها على قبلتي لي باش هاتي عاد دخلي في البلاص ما انت هاتي كنعرف ناس تشوفي بسم الله القصريه ديال سناء تعطي الصحه هكا بديتي شو سيليا بقات على ما تفشش يردوا عليا اكيد يعني سعيد صناعي كيبقى تيجي ليا سواء شوفوا شوفوا الحداقة اجي نشوف اجي نشوف هاي 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 حيدة بزاف ديال الحلقة علاش بقى فيا الحال؟ كنت تتصلي الفيديو قول ما عرفتش شنو هانتوما الصينية عندك سنة شدي هذيك شدي هذيك طلعات شدي شدي فك 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 البراد لا ماشي مشكل هادي تشكي اختي مسخيت بكم بحق سنة انا مسخيت تهلات فينا وسوانات لسيليا الضربة الصراحة لا وعادي وفرحت بينا مسكينة الله وعادي احنا نقول لها مي جيتو تلاقينا هاد الرفيسة كامل بغات
ودوزنا وقيته زوينه الصراحه. واخا سيليا كلاتها البارح ولكن الحمد لله اهم شيء راه البارح اهم شيء جات بثلات الجود حكات لعبات عرفتكم كنا في الدار اول حبيبه ديالي الله يلا كبيده ما نسخاش بك انت وماما ما نسخاش بكم الله يلا ما نسخاش بك ايوا جينا ضحكنا شويه كنا والله دغيا طرنا الجو دغيا سخات الجو مع 7 الصباح قلنا الجو بعدا شويه حيت الصراحه مع الخلعه ديال سيليا البارح والمشكله سيليا في الدار بقات مقناطه 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 ما تضحك ما تهضر ما تلعب ما والو ومنين جات بحال ضحكات مع معتمد لعبات معاه شويه ضحكات مع سناء البارحه راه ما وخلاتها سوانات حتى البارح ملي قالت لي طاحت قلبي بغى يسكت وقلت صافي ما غنطلاقا واش تفقس وعاد شي الحمد لله ملي سولت عليها في الصباح كنقول لها واش غتجي وغتجي وقالت لي لا راه غادي نجي ما يمكنش اصلا حيت شوفي حتى سيليا قنطات مسكينه باه ومع هذيك الضربه مع هذيك الضربه انا عزيزه عليا انا عزيزه عليا شوفات وبقات تبوس فيا وتعمق فيا مسكينه جات عندهم فرحه الضحكات دوزت الله يسهل وحق لعبات هي ومعتمد خرجوا لي على واحد البوله في البيت ناويلي ما تقولش بحال هكا ومعتمد اللي عندك ومعتمد اللي كيضرب الكره المهم دوزات وقيتي زوينه كيف ما قلت لكم انا اصلا بنتي ما يمكنش نخليها مقناطه في الدار هكاك غادي تزيد تمرض غادي تأزم هي مضروبه وغادي تأزم في الدار بوحديتها جات بدلنا الجو الصراحه كلنا بدلنا داك الجو وخرجنا داك ستريس وضحكنا لينيرجي عاوتاني بوزيتيف ان شاء الله باش نبدلو السيمانه عاوتاني الجايه ان شاء الله نعوضوها نعوضوها شي خرجه خرجوا نساروا في حين بيعات ما ترات ما بقى ما خرجناش ولكن حيت سيليا مريضه لا انا كنت غنقول لها يلا نخرجوا ولكن عندها البنت اللي عندكم مريضه ما يمكنش بصح نخليها هذا تولي لاباس ونخرجوا شي خرجه زوينه ان شاء الله نركبها لداري ونخرجها انا دابا جيت غنسرق لها خالتي عزيزه نتا معايا عسرقيني خطفيني يلا غنسرق نتا معايا قالت لي يلا انا رجعت هانتوما نتا معايا كلاصه هاد الروينه ديال مول الضياف ديما كنصورها ملي كيكون عندي الضياف شوفوا الروينه خلينا لها مسكين العام خلينا لها الروينه شوفوا شوفوا الروينه واخا شوفوا الروينه ديال مول الضياف هذا بعدا هذا بوحدو هو وبنته بحال بحال كيتشرطوا وكيرونوا عادير كيتفرجوا الماتش كتروح على الارجنتين دابا ولاو جوج اما سيليا راه دارت لي بغات تقول لك سناء خليها ها عموده فين جالس غير الوالدين هك كلشي عزيز بك انت الله مسكينة رحبت بينا والله وشنو نقول لها انا بحال جات عندي اختي عادي انا شوفوا انا دابا ما رحبتش بيا ولكن كنقول لكم رحبت بيا عشان والله تزال رحبت بيا حيدنا اللوبيا حيدنا رخيصه بقى اللوبيا بقى اللوبيا عرفتي شنو بحال داك النهار فاش قلت لكم في الفيديو هسنا جرات عليا واو 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 شحال جاوني ندير لكم مونطير قبل ما يتفرجوا في الفيديو تقول لهم واش شتي صحاب النقطه شتي والله العظيم عرفتي اللي بغيت نسمع ويقول انا عندي الزهر بعدا كندير لكم مونطير حتى كنابروفيو مع عاد كيبانوا في القناه حتى ما كون شتو حد في راه حرج والله عرفتي اللي بغيت نسمع شوفي الانسان كيكون بالنسبه للناس الناس جاو راني كيقولوا لها لاصقه فيها راه السيمانه الجايه غنديها حنا لاصقين بعضياتنا السيمانه الجايه انا غنعيط عليها عاوتاني ونعاودو ثاني لاصقين لا والله الا سبحان الله العدد اللي شوف هما مزيانه قال لك انت سمعتاني علاش شي والله قسم بعد المرات تكون اختلاف في الشخصيه هذاك الاختلاف كاين في كل واحد نسيجه بزاف واصلا انا وراشه سبحان الله العظيم بزاف د الحوايج في الالوان حتى في الماكله اللي كيعجبها الافكار بحال تقريبا بحال غير كنبان راسي ورا راسي لا لا مريحه تنعس في الدار حمقه زعما بغات تقول لك فيلا ولكن جوجنا قلبنا ابيض هو هادشي واش كتعجبني في راشا الحاجه اللي ديالها ماشي ديالها المهم كتعجبني صراحه وظريفه وحنينه بارك اختي صافي صافي شكرت فيا تعيت بارك ولكن المهم شنو الانسان كيكون قلبه ابيض تهضري معاه يعني دابا بلاتي نفكرك في واحد الحاجه باش ديري هكا تمشي للبيت غتقي بوحدك طاري غتقول انت غنبكي اقسم بالله العظيم انت غنبكي شي ماما كتمشي والله انت غنبكي اقسم بالله العظيم عاد نبقى بوحدي غتمشي ليها سيليا غتمشي ليها ماما ختها انا كلنا غادي غتبقى هي ومعتمد تاني راس في راس انا غنغسل هاد المعنى تنحفظ معتمد ايوا نبقى
نبقاو نتسناو كيجي مع الحداش صافي هانتي غنمشيو ندير المونتاج عندك بيتها انا بقيت لي صافي يلا دير المونتاج يلا نتلاقاو في الدار ان شاء الله يلا معاكي وقبلوا علينا خويا عادل لا دنيا بقيتي لين توحشك توحشك يلا قولها باي باي قولها شكرا حيت داويتي لي الجرحه اختي كون كنت حدايا سرقه مونيكا كون كنت شوفي يدي صافي خلال كون كنت حدايا نجي كل نهار نداويك كل نهار تصبر عليك العويل باباك غادي ان شاء الله واش تلقى سيليا باي 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 تكلمي ها هي الريحه اللي قالك ها دير المونتاج انا نسيت لك الفيديو صافي توصلي على الفيديو انا نسيت لك في الطريق يحلي عادي لويشي وسكتهم على خاطرك يلا باي باي الله يجزيكم على خير وشكرا اللهم امين شكرا لك حبيبه يلا بسلامه يلا باي باي كتحيد صبات قال لي تصبت لي كنت خديت ليه قال لي راه تزير لي رجلي ما تديوش على هذيك الميكو شوف التقشرات اللي لابسه يلا ثاني لبسه شوف التقشرات اللي لابسه عادل من الداخل التقشرات ديال السويكيكي ولات يهرج شوفوا هنايا راه صايبنا هنايا بحال الشكل ديال لابياج تنكمل ان شاء الله ونوريكم التغييرات اللي وقعوا في الصالون ان شاء الله